بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعزائي المشاهدين نرحب بكم اجمل ترحيب في هذا البرنامج الذي تم اعداده وفق استراتيجيات ذات جوده عاليه جدا والذي اسميناه دورك في الحياه هذا البرنامج الذي سوف يتطرق عن ما هو دورك في هذه الحياه وكيف تحدد الادوار التي سوف تواجهك في هذه الحياه اليوميه. كما نرحب ايضا باعزائي المشاركين في هذا البرنامج، هذا البرنامج شباب سوف نتطرق على عدد من حلقات والذي سوف نخوض فيه مشوار طويل ان شاء الله، يتحدث عن ما هو دورك في الحياه. هذا البرنامج يعد الاقوى في نظام التنميه البشريه والذي اعددنا فيه المواضيع او خلاصه من المواضيع التنميه البشريه التي تسير حياتك اليوميه وفق ما هي الجوانب المرتبطه بحياتك اليوميه في هذا الحياه. كذلك اعزائي المشاهدين ان هذا البرنامج يعد من البرامج التي آه سوف نخوض فيها آه ان لم يكن لك دور في هذه الحياه سوف تكون بدون هدف تسعى الى تحقيقه، ولذلك لكي يكون لك هدف وطموح واضح جدا يجب اولا ان تحدد ما هو هذا الهدف في حياتك ثم تسعى الى تحقيقه، ايضا هذا البرنامج يقوم بتطوير حياتك من مستوى الحالي الى مستوى افضل في حياتك العامة أعزائي المشاهدين نخرج لنشاهد الاستطلاع الذي تم إعداده حول موضوع هذا اليوم ثم نعود ونواصل حلقتنا لهذا اليوم بالتأكيد حددت حدد هدف يعني ما تقدر تعيش في الحياة إلا بهدف هدفي شخصيا أحاول أني أساعد مجتمعي اساعد وطني اصقل مهاراتي حتى اطور من 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 مجتمعي وناسي الاهداف في الحياه دائما تكون بالعمل بالجد والاجتهاد بد يعني انك تكون تكون لك هدف في الحياه اي انسان في, الـ في, الـ في الكون لازم يكون له هدف فهدفي زي ما قلت لك ان احاول اطور من نفسي اولا وثم اطور من مجتمعي وارتقي بحضرموت الغاليه باذن الله والله ضروري من انك تسعى الى تحقيق هدف معين وانك تكون ناجح في الحياه وتسعى الى التجاره وانه ما يكون في احد احسن منك هذا لازم يكون عندك طموح في الحياه عشان تنجح والله سعيد في للاسف الحمد لله ما ما تحقق لكن ان شاء الله املي بالله كبير وان شاء الله تكون عند الله ما يرضي ان شاء الله باذن الله نعم هذا الشيء ضروري وجوهري الواحد يحدد له هدف في حياته ويسعى لتحقيقه دائما آه طبعا حددت اهداف آه كثيره والحمد لله رب العالمين حققت آه البعض منها آه لسه لحد الان ما حدد بس ان شاء الله في المستقبل بحدد الهدف نعم حددنا هدف وهو الدراسه وتطوير في مجال عملك والله هدفي ان اساهم في في تغيير الواقع اللي نعيشه آه هدفي في هذه الحياه طبعا أن أولا قبل كل شيء رضا الله عز وجل وأن الحياة السعيدة وكذلك تحقيق السعادة لي ولمن حولي في هذه الحياة والله هدفي في الحياة أن أكون رجل أعمال كيمنية أن يكون وطني أحسن وطن ويكون الاستقرار والأمن هذا هدفي هدفي هو في الحياة أن أرضي رب العالمين وأمي وأبي هدفي هو أول شيء التكوين الاسره والبيت والحياه بعيشه كريمه في داخل البلاد. هدفي ان اكون رجل ثري يعني عندي اعمال زي كذا. اسعى انه يكون هدفي كيف تكون شركتنا مثلا الرائده بالسوق، كيف نقدم افضل منتجات لهذا السوق. والله الدور ادوار كثيره طبعا. دورك تجاه مجتمعك، دورك تجاه اسرتك. ادوارك تجاه تجاه وطنك ادوارك تجاه الحي اللي انت تعيش فيه نحن نعمل كل جهدنا محاولتنا لسعاده الناس ومعاونتهم ان شاء الله دور انك المطلوب منك انك تكون تسعى جاهد الى ما يقربك الى هدفك والى طموحك والى تحقيقه ان يكون مفيد لمجتمعه ومفيد لجميع الناس في الخير والصلاح دور مني ان ادي يعني ان ادي يعني ان اسعى بتحقيق اهدافي يعني بافضل ما يمكن عن يعني الاخر، بأن اجد واجتهد في كل شيء حتى اصل الى النجاح. اعزائي المشاهدين، بعد ان شاهدنا الاستطلاع الذي تم اعداده حول حلقه هذا اليوم، أه نود هنا أن نوضح بأن برنامج دورك في الحياة أه يساهم في تطوير حياتك نحو الأفضل، قد يكون قد أنجزت الكثير مما يحلم به الآخرون ولكن لا زال في داخلك أشياء كثيرة أو مستويات أفضل من الحياة التي تطمح إليها ولذلك سوف نساعدك كثيرا في تحقيق هذه الأحلام إلى مستوى أفضل إن شاء الله. ايضا اعزائي المشاركين معنا من استراتيجيات هذا البرنامج سوف يكون معنا حلقات متسلسله في كل حلقه سوف تشاركون معنا لوضع عده خطوات واجراءات مهمه جدا في كل مجال من مجالات حياتكم سنتطرق اولا الى ما هو وضعكم الحالي وكيف تسير حياتكم اليوميه ثم سنقوم بتقييم هذه الحياه اليوميه ونساعدكم في اعداد مستوى افضل من الوضع الحالي لذلك فان سيكون من ضمن مهامكم مساهمتنا في اعداد خطه متكامله يمكن الاستفاده منها لجميع الاشخاص الذين يشاهدون عبر الشاشه لتطوير ايضا حياتهم اليوميه ولذلك فان هذا البرنامج زي ما ذكرنا توجد فيه استراتيجيات هامه جدا استراتيجيات ذات جوده غير عاديه سوف تساهم في تحقيق السعاده اولا في حياه الافراد والاشخاص متى ما اتبعت كل ما سنقوله في هذا البرنامج ان شاء الله لذلك فنحن نعد أن هذا البرنامج هو برنامج ثوري سوف يغير من حياة أشخاص كثيرين مما سوف نذكره في حلقاتنا المتتالية ولذلك فإن ما وضع من مواضيع في خلاصة هذا البرنامج هو خلاصة لعدد من مواضيع التنمية البشرية استخرجت من دراسات ومواضيع عبر بحوث علمية ثم وجدنا هذه الخلاصه للاستفاده منها في كافه جوانب حياتنا اليوميه. قبل ان نتطرق ما هو دورك في الحياه يجب هنا ان نسال سؤال وهو لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ هذا السؤال الذي عاده كل ما وصل اليه شخص البعض يتجنب الاجابه على هذا السؤال ولكن يجب ان تعرف لماذا خلقك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. لكي نتطرق لهذا الاجابه لهذا السؤال في هناك علماء وفلاسفه قاموا ببحوث عديده ليعرفوا لماذا خلقنا الله ومن ضمنهم العالم افلاطون والذي اجتهد ثم وصل الى اجابه غير منطقيه وغير عقلانيه. والذي يقول فيها إن الله خلق الكون ثم نسيه وجاء الرد في القرآن الكريم وما كان ربك إيش نسيه ثم جاء عالم آخر اللي هو ماركس ونظريات ماركس وغيرها والذي قال إن الله خلق الكون وسبحانه والله تعالى عن هذا أن خلق الكون ليلهو به فجاء الرد أيضا من الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ايش؟ يعبدون. وغيرهم من علماء الذين فشلوا في الاجابه الصحيحه عن هذا السؤال وجاء الرد في القران الكريم ان الله خلقنا سبحانه وتعالى للعباده وايضا لعماره الارض. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ايش؟ يعبدون عبد وايضا واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض ايش؟ خليفه والمقصود هنا ان في الارض الخليفه اي من يقوم بعمارة هذا ايش الارض حيث ان العلماء يقولوا ان العباده يشترك فيها جميع المخلوقات عباده الله سبحانه وتعالى ولكن اوكلت مهمه عمارة الارض لمن للانسان ليقوم بعمارة هذا الارض ثم سخر له كافه المخلوقات ولذلك يا شباب ما عرفنا لماذا خلقنا ايش؟ الله،, الله. خلقنا الله سبحانه وتعالى لعبادته وعمارة الأرض. ولذلك شباب الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وايش؟ وعمارة الأرض، فلأجل ذلك فإن الإنسان الذي عايش على هذه الدنيا إذا عليه دور يجب أن يقوم ايش؟ به. به. هذا الدور شباب يجب ان يقوم في كافه جوانب حياته وليست يختص بعباده فقط فنلاحظ ان البعض يهتم بالجانب العبادات ويترك الجانب الاخر او الهدف الاهم في سبب خلق هذا الانسان العبادات هي جزء او جانب من حياتك وايضا عماره الارض هي مهمه اوكلت لك من الله سبحانه وتعالى ولذلك يجب أن تكون كافة الأعمال وكافة الجوانب في حياتك بقصد أو بهدف عبادة الله سبحانه وتعالى ولذلك سوف يتم الخوض في كافة جوانب حياة الإنسان من الحياة اليومية التي يعيشها سواء من جانب العبادات أو المعاملات وجوانب الأخرى في الحياة الدنيوية واضح شباب إن دورنا في هذه الحياة متعدد وليس يقتصر على جانب واحد ولكن ايضا من صفات الانسان عندما يخلق, يخلق الله الانسان سبحانه وتعالى له دور كبير جدا وطبيعة الانسان لا يستطيع العيش لوحده فافتراضا لو ان كل ام تولد مولودها ثم ترميه لحاله يعيش هل سيستطيع العيش؟ لا يستطيع ثم لننتقل لمرحلة الطفولة ومرحلة الشباب لا يستطيع الشخص أيضا العيش في بيئة منعزلة عن المجتمع كامل ولذلك فأن عليك دور اتجاه نفسك أولا ثم دور آخر اتجاه من من حولك من البيئة والناس الذي تعاشرهم سواء اهلك او جيرانك او المجتمع الذي تعيش فيه في حياتك اليوميه ايضا لك دور هام جدا وهو دورك اتجاه خالقك الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه الادوار كلها مطلوبه منك في حياتك اليوميه ويجب ان تكون متوازن في هذه الادوار التي سوف نقوم بشرحها كامل خلال حلقات في هذا البرنامج يوميا شباب خليكم معي اخذنا ان ما هو دورنا في الحياه وما هو القصد او لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى كذلك ان الانسان لا يستطيع العيش منعزلا عن المجتمع وعن البيئه التي تحيط به ولذلك فانه يتطلب عليه دور تجاه نفسه ودور اتجاه خالقه ودور اخر اتجاه من الناس او البيئه او المجتمع الذي يعيش ايش؟ حوله ابتداء من العائله حتى المجتمع بشكل اخر. طيب ماذا يقصد ما هو دورك في الحياه او ما معنى دورك في الحياه؟ طيب الحياه يا شباب الان تعودنا على ان الانسان يخلق ويترعرع في اسره معينه ثم هذه الاسره تتكفل بايش؟ بتربيته وتعليمه ثم تتبع مراحل الحياة كاملة فهذه الحياة إذا لم تكن أنت تتحكم في التغير الذي يحصل لك سوف تكون الحياة هي التي تتحكم فيك ولذلك فأنت دائما في تغير يا أما تكون تغير نحو الأفضل أو يكون تغير نحو الأسوأ أو الأسفل ولذلك عندما تكون حياتك منظمة وفق خطة مسبقة تم إعدادها وتنظيمها وكتابتها وتمشي وفق شيء مسبق تم إعداده للأمام، لذلك سوف تصبح دائما في تغير نحو ايش؟ الأفضل. ولذلك فإن من أهداف هذا البرنامج سوف يكون إعداد خطة لتحسين مستوياتنا نحو ايش الافضل في كافه مجالات ايش حياتنا اليوميه اذا الانسان لا يستطيع ان يعيش منعزلا البيئه يا اما انت تتحكم فيها او هي تتحكم في حياتك فلو افترضنا مثال ان شخص خلق وتربى في اسره ثم ادخل او يدخل المدرسة تعليم اساسي تخرج من المدرسه الى ايش الثانويه العامه ومن الثانويه العامه اي التحق زي ما يلتحق اي شخص اخر في ايش؟ في الجامعه وحصل على نسبه لا باس بها تخرج من الجامعه وبحث عن وظيفه ثم ايش؟ التحق بوظيفه للحصول على ايش؟ مصدر دخل في حياته ثم بهذا الدخل حاول ان يكون نفسه ويقوم بايش؟ بالدخول في الحياة الزوجية وتزوج أيضا ثم أنجب الأولاد والبنات وقام بنفس الدور ليش لتربيتها وتعليمهم ثم وصل إلى مرحلة الشيخوخة ثم انتهى أجله وغادر هذه الدنيا لو نلاحظ هذه حياة معظم الناس أو عدد كبير من البشرية بالروتين المتكرر الذي نتناقلها عن ابائنا واجدادنا دون ان يكون لنا اي تاثير في ايش؟ في هذه الحياه. لذلك يا شباب اذا يجب ان يكون لك دور مهم جدا. فالحياه يمثلها البعض زي الفيلم او زي المسرحيه ولكن فيلم واسع كبير جدا. لو نلاحظ نحن الافلام السينمائيه وغيرها في شخصيات كثيرة داخل الـ 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 هذا الفيلم، في شخصيات مباشرة احنا نركز عليها ونهتم في تحركاتها داخل ايش؟ هذا السيناريو، وفي شخصيات تظهر في الشاشة دون أن يكون لها ايش؟ عيدة. أي تأثير. في شخصيات أخرى تظهر ولكن بتأثير ايش؟ سلبي، يعني مضر على البيئة المحيطة به. ولذلك يجب أن تختار الدور الذي ايش؟ يناسبك. في هذه الحياة يجب أن تختار الدور الذي يشكر عليه الناس فيما بعد يعني أن يكون دورك إيجابي أن يكون دورك يذكرك الناس بسمعة حسنة بصفات يثنى عليها الجميع ولذلك فإن الدور أنت الذي تحدده يا إما أن يكون دورك دور إيجابي دور له نوع من التاثير في المجتمع نحو الافضل او ان يكون دورك سلبي, سلبي لهذا سوف نتحدث عن كيف تختار الدور المناسب لك في هذا البرنامج ايضا يا شباب نحب ان نوضح هنا نقطه مهمه جدا وهي ان الدور يجب ان يكون متوازن مع الادوار الاخرى فالانسان له ادوار ايش متعدده فلا يجب ان يكون تاخذ دور واحد في حياتك وتهمش الادوار ايش الاخرى اظن الى هنا الفكره واضحه ما معنى ايش الدور او ما هو المقصود بدورك في الحياه كذلك اخي المشاهد في المنزل او في البيت من خلال هذا الاستطلاع او من خلال هذا الشرح الذي حاولنا ان نوضح لكم ان على كل انسان عايش على وجه هذه الدنيا يجب ان يكون له دور ويجب ان يكون هذا الدور مهم جدا لا ان يكون دور تعصف به العواصف والامواج وتتحكم في حياتك البيئه المحيطه بك وليس انت من يتحكم في هذا الدور. أعزائي المشاهدين من خلال ما أوضحناه في الفقرة السابقة حول ما هو دورك في الحياة وماذا أو ما هو المقصود بدورك في الحياة، لذلك قلنا أن لكل إنسان يجب أن يكون دور مهم في هذه الدنيا ويجب أن يكون هذا الدور هو الذي يتحكم فيه، ولذلك ولكي يكون لك دور بارز وهام في هذه الدنيا يجب أن يكون لديك حلم او هدف تطمح ايش لتحقيقه فأي اي شخص ان لم يكن عنده موجود حلم او نحن نسميه هدف يطمح الى تحقيقه يعني لا يمكن انت تتحكم في حياتك ما لم يكن ايش لديك هدف والهدف يجب ان يكون كبير جدا يعني هدف طموح يعني لا تعطيني هدف بسيط هدف يكون هو يجب ان تحققه في نهايه ايش؟ حياتك او خلال حياتك العامه هذا الهدف يجب ان يكون طموح تسعى في تحقيقه ويجب ان تكون كل افعالك واقوالك وتصرفاتك وكل شيء في حياتك يتجه نحو ايش؟ يتجه نحو الوصول الى هذا الهدف تمام والاهداف قد تكون متعدده يفترض احنا لما ناخذ الجوانب في حياه الانسان على الاقل ان يكون في كل مجال او في كل دور تحدد لك من اثنين الى ثلاثه اهداف طموحه ثم تسعى الى تحقيقها في كل ايش؟ مجال من مجالات حياتك. ولذلك يا شباب لو كان هناك فيه اي شيء يساعدنا للوصول الى هذا الهدف سوف نفعله مثلا لو قالوا ان في وصفه طبيه او علاج معين دواء افتراضا لو كان لاخذناه صح ولا لا ولكن لا يوجد هناك علاج عشان توصل مباشره الى ايضا لو كان في هناك كتاب او مؤلف لقراناه صح ولا لا ولذلك ما هو الحل لكي نصل الى هذا الهدف فالحل هو تنميه الذات فاول هدف يجب ان يكون هو بناء الشخصيه يجب أن تقوم بتحديد اتجاه معين لتنمية شخصيتك أولاً وتطوير نفسك أو تطوير الذات في كافة العلوم ابتداء من العلوم الدراسية ثم اكتساب مهارات متعددة في حياتك حتى تكون شخصية مستعدة لمواجهة الحياة اليومية لتحقيق الحلم أو هذا الهدف طيب هذا التطوير لن ياتي الا ايضا بجهد، جهد متعدد وجهد يحتاج الى انسان يحاول ان يحدد اول رغبته او طموحه او اتجاهه او تخصصه ثم يسعى من خلال التدريب والتاهيل في الوصول الى مشروع مهم جدا وهو تكوين الشخصيه او تكوين الذات. فنذكر هنا قصة بسيطة جدا آه أن أحد الأدباء أو أحد الكتاب كان يقرأ في أو يستطلع في أحد الكتب أو أحد الجرائد أو أحد الصحف اليومية وأثناء الطلاع على هذه الصحيفة بدأ أحد أولاده الصغار يشغله كثير ولم يخليه إيش يجعله آه ينسجم ويركز في القراءة والاطلاع قام هذا الأب لكي يشغل ولده باي شيء انتزع أحد الصحف والتي فيها خراطه العالم فيها موجودة خارطه العالم كامل وقام بتقطيع هذه الورقه وقال لولده رتب هذه الخارطه قم بترتيب ايش؟ هذه الخارطه الولد مباشره راح من عند الوالد وما حتى تبقى اكثر من دقيقتين عاد وقد الصفحه ايش؟ تم ترتيبها اللي هي خارطة من العالم, العالم. فتفاجأ الأب قال هل أمك تعلمك الجغرافيا وكيف كيف بسرعة قمت بترتيب إيش هذه الخارطة بالشكل السريع فقال الولد هذا الصغير إجابة كانت بمنتهى الدقة رغم أنها إجابة تلقائية لم يكن هذا يعيها أو يقصدها فقال يا أبي إن خلف هذه الخارطة صورة رجل صورة إنسان تم أو قام هذا الطفل بترتيب أعضاء جسم الإنسان ومن خلال ترتيب الواجهة الخلفية تم ترتيب العالم ولذلك يقال إن متى ما أنشأنا أو كوننا إنسان ذات كفاءة وذات علم وذات قدرات وذات مهارات قوية جداً سوف نكون عالم خالي من المشاكل خالي من أي صعوبات في نوع من السعادة في نوع من الألفة في نوع من المحبة في كل الصفات الحسنة في هذا العالم ولذلك فإن الإنسان هو هدفنا وهو الإنسان هو إيش من يستحق أن نقوم بتنمية وتطوير هذا الإنسان آه لذلك يا شباب أن تكوين الإنسان وفق منهج معين وفق آه تدريب وتاهيل حتى يصبح ذات شخصية متكاملة ذات كفاءة ومهارات متعددة سيكون هناك فيه فارق كبير في صناعة حياة هذا الشخص ولذلك لكي يكون معنا الأمور متسلسلة وواضحة جدا فإن أيضا من أهداف هذا البرنامج سوف نقوم بالتحدث عن كيف تحدد أهدافك وما هي الخطوات التي تستطيع أن تضع لك أهداف فيها وتسعى أنت إلى إيش تحقيقها فمعاك الأهداف في توجد عدة خطوات أول خطوة اللي هي التشخيص التشخيص وهو ايش ان تقوم بتحليل وضعك الحالي او الوضع الراهن لك ما هي عوامل القوه وما هي عوامل الضعف وما هي التهديدات والفرص المتاحه ليش لهذا الشخص اقصد بهذا الكلام انت ماذا تملك في الوضع الحالي هل انت خريج ام لازلت خريج ثانويه ام لازلت في ابتدائي ام انك لازلت في وضع لم تتعلم بالكامل فتختار ما هي عوامل القوه غير التعليم هل لديك موهبه معينه هل لديك مهاره هل بيدك مهنه معينه فهذه هي عوامل القوه التي تساعدك في تحقيق الاهداف الهداف بعد ان تحدد عوامل القوه وعوامل الضعف تبدا الان في عمليه التنظيم تقوم بتنظيم هذا العوامل كلها وتبدا ب في خلال هذا التنظيم انك تحدد ايش الاهداف التي تبغى تحقيقها او تسعى الى ايش؟ تحقيقها، بعد ان تحدد الاهداف وتم تحليل الوضع الخاص بك تقوم ايضا بعمليه التنفيذ. التنفيذ انت قد وضعت خطة معينة صح ولا لا؟ هذه الخطة تقوم بعملية تنفيذها على أرض الواقع بالخطوات التي تم كتابتها يوميا، اليوم أعمل كذا، اليوم أفعل كذا، تمام؟ ثم في نهاية مثلا اليوم أو في نهاية الأسبوع أو في نهاية الشهر تقوم بعملية التقييم، التقييم ونقصد بالتقييم هنا تقارن ما بين ما تم كتابته من خطة وتقارن بما قمت بتنفيذه فعلا على أرض الواقع هل في هناك انحراف يعني هل في أشياء أنت كتبتها ولم تقوم بإيش بتنفيذها لذلك تراجع حساباتك في العودة إلى أن تختار في هذه مرحلة التقييم تعود وتكرر ما تم أغفاله أو ما لم يتم تنفيذه من ناحيه هذه الخطوات. هذه الخطوات سوف ناخذها في الحلقات القادمه بالتفصيل من خلال وضع خطه يوميه وخطه اسبوعيه او شهريه او خطه عامه لفتره سنه كامله. لكل انسان تصلح لمن يشاهدوننا في البيوت وايضا سيقوم اعدادها الفريق المشارك معنا في هذا البرنامج. اعزائي المشاهدين من خلال ما تم توضيحه حول كيف سيكون برنامج دورك في الحياه؟ الذي يتطرق في الحلقات القادمه لتفصيل ما قلناه خلال هذه الحلقه. ستكون الحلقات القادمه هي بمثابه حلقات تفصل كل كلمات او كل الاشياء التي تحدثنا عنها في حلقه هذا اليوم. ولذلك سوف ننتقل الان الى فقره ماذا استفدنا من حلقه هذا اليوم مع الاخوه المشاركين معنا في هذه الحلقه شباب ماذا استفدنا من حلقه هذا اليوم حول ما هو دورك في الحياه عبد الوهاب اولا السلام عليكم وشكرا لك دكتور على هذا البرنامج الجميل والمفيد لجميع الفئات العمريه ماذا استفدت في هذه الحلقة؟ ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان لهدفين لعبادة الله سبحانه وتعالى واعمار الارض. وان الانسان في طور هذه الحياة لابد ان يعمل له هدف وحلم معين يسعى الى تحقيقه. والترتيب خطة في اطار هذا الهدف. كل ذلك يكون تحت بنية عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. أه. حياك عبد الوهاب. شباب صلاح. بداية انا سعيد للمشاركة في هذا البرنامج. الذي بإذن الله يكون فاتحة خير وثورة تغيير كما قال الدكتور لجميع لكثير من الأشخاص لمعرفة دورهم في الحياة فكثير من الناس تايهين في هذا الجانب فبإذن الله يكون بادرة خير أيضا مما استفدت في هذه الحلقة أن خلقنا الله لعبادته ولكوننا خلفاء على الأرض أنت خليفة على الأرض تشمل جميع جوانب الحياة التي إن شاء الله وأيضا ان بدايه تحقيق الاهداف والاحلام هو تنميه الذات فاذا نمى الانسان ذاته مثل هذا البرنامج يعتبر تنميه ذاتيه وبشريه فمن هذا المنطلق سيستطيع تطوير جميع جوانب الحياه وشكرا احمد حقيقه استفدنا الكثير في هذه الحلقه الاولى او مما استفدنا ان لكل انسان دور في هذه الحياه ولو كان بسيط وان لكل مرحله من المراحل العمريه ايضا دور او هدف يقوم الانسان بالعمل على تحقيق هذا الهدف الذي في النهايه هو يخدم او يحقق له الهدف العام في هذه الحياه فمثلا اذا كان الانسان مثلا هدف عام يحققه مثلا في سن ال40 فتخرجه من الثانويه مثلا يعتبر دور اولي او مرحلي من الادوار التي يقوم بالعمل عليها من اجل تحقيق الهدف الذي سوف ياتيه في الأربعين فتحديد الاهداف منذ البدايه سواء يحقق لنا يعني اريحيه في تحقيق هذه الاهداف. كويس احمد علي. في البدايه نشكر استضافتكم لنا في هذا البرنامج والذي من بدايته يدل على بشائر خير ان شاء الله. وبالنسبه ما استفدنا في هذا البرنامج نستطيع ان نقول ان هناك كثير من الناس اتوا الى هذه الحياه وقاموا بادوار. وهذه الادوار كانت لها اثر وخلفت لما بعد ما ماتهم فالناس لا زالوا يستفيدون من هذه الثمار التي خلفوها وذاك دل فانما دل على وعي تام بالادوار التي كانت مناطه بهم وفي النقيض الثاني هناك ناس يعيشون ولم يقدموا اي حاجه لهذه اللحظه فعلى الانسان ان يكون ادراك ووعي بالادوار التي مناطبه به يبتعدون عن الاشخاص الذين لهم دور سلبي ويحاولون الوصول او التعدي للاشخاص الذين تركوا اثر في هذا الحي ويكون ايش قدوه مثلهم في في المستقبل ان شاء الله كويس شباب واضح من خلال النقاش حول ماذا استفدت من حلقه اليوم يتضح ان برنامج دورك في الحياه هو برنامج خصص لتوعيه المجتمع بالدور الذي او توجيه المجتمع نحو الدور الذي سوف يقوم به كل شخص في هذه الدنيا وأيضا أن يكون هذا الدور وفق ما أمرنا الله سبحانه وتعالى وأن يكون كافة أعمالنا بغرض أو بهدف عبادة الله سبحانه وتعالى وأيضا زي ما اتضح لنا أن هذا الحلقة هي عبارة عن خلاصة لما سنقوم بالحديث عنه في برنامج دورك في الحياة نشكركم على مشاركتنا هذا اليوم وسوف نلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه من حلقات هذا البرنامج. بعد ان تحدثنا عن ما هو دورك في الحياه وما المقصود بدورك في الحياه نود هنا ان نختتم حلقه هذا اليوم وقبل ان نختتم هذه الحلقه فان برنامج دورك في الحياه هو برنامج هام جدا يحتاج له كل انسان عايش على وجه هذه الدنيا يحتاج له المهندس يحتاج له الطبيب يحتاج له الطالب والمعلم يحتاج له كل انسان يريد تطوير حياته نحو الافضل يحتاج له امام المسجد والعالم يحتاج له الموظف والمدير يحتاج ايضا له الرئيس والمرؤوس. هذا البرنامج تم إعداده وفق خطوات وحلقات سوف تنظم كافة حياة الإنسان اليومية وأيضا الموسمية في كافة مجالات الحياة. أعزائي المشاهدين أرسم مستقبلك من هذا اليوم ودع الرحلة تبدأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.